السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في النشأة الرياضية ينظم الاتحاد الرياضي للأمن العام بالتعاون مع الاتحاد البحريني للرماية بطولة وزارة الداخلية للرماية الأولمبية وذلك في الفترة من الثالث والعشرين وحتى الثامن والعشرين من أبريل الجاري حيث تقام البطولة تحت رعاية الفريق الركن مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وتشتمل البطولة على أربع مسابقات وهي البندقية المسدس الشوزن بالاضافه للقوس والسهم ومن المقرر ان يتم افتتاح ميدان الشوزن في اليوم الختامي وتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثه الاولى من بين الفرق المشاركه. حصل لاعب منتخبنا الوطني للدفاع عن النفس ادم باتيروفا على الميداليه الذهبيه في لعبه المصارعه الحره بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو المقبله. والتي أقيمت في منغوليا بمشاركة 27 دولة من مختلف أنحاء العالم تمكن فريق الرفاع الشرقي من تحقيق الفوز على نظير الرفاع بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد البحرين الوطني ضمن منافسة الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم اهداف الرفاع الشرقي جاءت عبر ثنائي عبر كل من سامي الحسيني واللاعب يوسف عبد او عبد الله يوسف بهذا الفوز رفع فريق الرفاع الشرقي رصيده الى 22 نقطه وضعته في المركز الثالث برفقه فريق الرفاع في المقابل سيطر التعادل السلبي على مباراة الأهلي والمنامة بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع بينما وصل المنامة للنقطة الثانية عشر في المركز الأخير على سلم الترتيب العام للمسابقة